ما مش فاهم يعني انتوا عايزين نعمل ايه بالظبط؟ تعيشي يا حبيبتي، تتمتعي بالدنيا، تعيشيها بالطول وبالعرض زي ما هو عامل كده بالظبط ومفارفش، فاهمه؟ واول حاجه بقى تقلعي القمطه بتاعت ام دجدج دي، جايبه لك اكتئاب خانقاني الحقيقه. بس مريحاني. مريحاك انت وتعبانه انا، كلي. ماشي. ها؟ عايزه طعميه. عايزه طعميه بالقمر؟ لا خدي بيضه اقرب لي، طعميه بعيد، امسكي. يلا امسكي، عايزه ايه؟ طعميه. طب ما توطي تاخديه. اديني انا بيض عشان اعمل شعبان. خدي يا حبيبتي خدي. الطلاق ده حلو بشكل. خشي على اللغط. خشي على اللغط. ايوه الحته دي، الحته دي حلو قوي. ايوه بصي خشي على القفا عشان شعبان بهدل. الله. يا سلام. قسم وسمعني. انا نمت. مين دول يا مامي؟ دول اكيد الناس بتوع فيلم سيف العداله. بصي اهو الولد ده شبه بروسلي. بس يا ولاد بطلوا قله ادب، يلا روحوا على اوضكم، ما تطلعوش غير لما ناديكم. طب مامي انا عايزه حد يعمل لي مساج زيكم. مساج ايه؟ انت لسه صغيره على الكلام ده. بعدين بعدين هتتجوزي ويطلع عينك. ادخلي. بقول لك ايه يا جوكو، معلش يعني اسالك سؤال كده بس من حقي اساله، هي الجلسات دي تقريبا كده بتكلف كام؟ جوجو دي نامت دي ولا ايه؟ جوجو. جوجو. لا انا صحيه صحيه بس مكسله ارد عليكي. يا حبيبتي عندك حق بصراحه. بصي يا حبيبتي بقى، الجلسات دي بالاعشاب بالزيوت الطبيعيه. واللي واقفين دول جايين من الصين علينا كده دايركت، وكل واحده مننا العمليه دي بتتكلف 3000 جنيه. الواحد يعني اليوم ب 3000؟ ها يوم ايه يا حبيبتي؟ كل نفر فينا بيتكلف 3000 جنيه. نعم 3000 جنيه؟ ايه يعني احنا الثلاثه ب 9000 جنيه جوجو؟ وتقولوا لي يا زميله يا انجي علشان اخرجك من حاله الاكتئاب، امال لو عايزه تجيبي لي اكتئاب كنت عملتي فيا ايه؟ نهار اسود 3000 جنيه في سلطه بلدي؟ امال يا اختي لو كانت شيكن سيزر سلطه كنا دفعنا كام؟ انا اعرف. اشتغل يا ماما بذمه بقى. ها وانت كمان كمان اديله. أيوة. جامد. لا 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 يا 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 أكتر. مش قوي كده. لا يا ابني مش كده قوي. 9000 جنيه يا حبيبي مش كده. اشتغل يا بنت، انا هاخدك تمسحي الشقه. هات يا بنت. واخده 3000 جنيه؟ احنا دافعين ثمنها السلطه. طلع عينك بيض. هاتي. اوعي تاكلي اللي كانت على مناخيري دي. خدي الكله اللي كانت على خدي دي. خدي جميله دي اللي على خدي دي حلوه. خلاص يا مستر، خلاص يا مستر، كفايه يا حبيبي. لا انتي ما تبطليش، اديها بقى. والبتاعه دي ايه؟ ده تلاقيك كاتل بقى يعملوا لنا دور شاي عشان نحبس السلطه. مش عارف مامي بتعمل ايه بره، فاكره نفسها كيمي كارداشيان. نفس جو الافلام القديمه اللي هي بتحبها. يعني ايه؟ مش فاهم. بابي سابها يبقى لازم تبدا حياتها كلها من اول وجديد. شفت الحوار ده في مليون فيلم قديم وكلهم ساقطين. بس انا شايف مامي ان هي قاعده مع الناس سنين، ومش السنين دول اللي بيمشوا على الحيط. بيمشوا على الحيط ايه يا سوني؟ انت فاكرهم صراصير؟ دول دكاتره التجميل. طب هما جايين يعملوا ايه في مامي؟ جايين يصنفروها ويظبطوها. قصدك نجارين بقى مش دكاتره. بيقولوا ايه؟ شكلهم بيتفقوا علينا كده هيقتلونا. ده ممكن يطلعوا عصابه على فكره، متنكرين بتوع مساج ويموتونا. وشي هيفرقع. ايه ده؟ يا 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 في ايه؟ في ايه؟ الايدين اتغيرت ولا ايه؟ مالك ايدك ضعفت كده ليه؟ اشتغل. هي مال مامي عامله كده ليه؟ ايه؟ مامي؟ تقريبا بتعمل صنفره ودوك وبتوضب. يعني ممكن ترجع زيرو تاني ولا ايه؟ طول ما اراده الامل موجوده ان شاء الله هنشطب. وانا عندي اراده اقوم اضربكم انتوا الجوز بالجزمه القديمه. ايه ده؟ تضرب مين؟ هي جوجو مش انتوا طبعا، العيال واقفين وراكم. عيال؟ ومفيش امل ان انتوا تفلتوا مني النهارده، ايه رايكم بقى؟
يعني بعد تعب السنين ده كله هتجري ورانا وتبوظي التشطيب السوبر لوكس اللي في وشك ده؟ ما يصحش، ما ينفعش. إلهي شطبوك انت وهي في يوم واحد، ايه رأيكوا بقى؟ انا لازم اهتم بنفسي علشان التعب اللي شفته مع ابوكوا، انا كنت مكبوتة. امشي يا واد انت وهي من هنا، امشي. ادم اشتغل اشتغل اشتغلي دوب 9000 قوي قوي. يا تشيت تستر تا لا 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 لا، ايه العسل ده وايه الحاجات الحلوه دي والجمال الصيني ده؟ كانت فين الحاجات دي من زمان؟ موجوده بس ما كانش في حد لا بيبص ولا بيصرف. هو في حد صرف؟ طبعا انجي، انجي هي اللي عزمتني المره دي. الحمد لله. الحمد لله. ايه العفانه دي؟ الحمد لله ان انا وفرت لك. لا الحمد لله انها ببلاش. لا يا حبيبي مش ببلاش ولا حاجه، المره الجايه بقى انا اللي عزماها. انت اللي عزماها؟ والحاجات دي كلفت كام يعني؟ 3000 جنيه. ايه 3000 جنيه؟ شويه مسامير وشويه مساج وشويه كركبه وكلاكيع ب 3000 جنيه؟ انا شخصيا احب الست اللي ريحتها معفنه ومكمكمه. ياي ياي ايه القرف ده؟ بقول لك ايه، الستات من حقهم انهم يدلعوا نفسهم ويخلوا بالهم من نفسهم ما دام اللي جنبهم مش شايف ولا بيدلع. يعني كان لازم انجي تتطلق عشان تاخد بالها من نفسها قدام جوزها ومن تجارتها تغيري منها كمان عشان انت كمان تعملي حاجات وحاجات، ام جوزك ياخد باله منك انت عشان انت خدتي بالك من نفسك، وتفضلوا انتوا قاعدين تاخدوا بالكم من نفسكم واحنا مهريين. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما انتوا كده، انتوا الرجاله كده يا حبيبي، ما بتشوفوش غير تحت رجليكوا وبس. طبعا، امال هنبص فوق نعمل ايه؟ تهرينا من فوق. اتهريتوا؟ ما هو انتوا كده يا رجاله، ما فيش فايده فيكوا يا حبيبي، الراجل منكوا يبقى خلاص وقع تماما، لابس نظاره كعب كوبايه وقراع واسنانه وقعت ومش قادر يقوم من مكانه، وتعالي شديني يا حبيبتي، تعالي سنديني يا روحي، وطول النهار بالفانيلا المعفنه اللي بيفضل قاعد بيها طول النهار في البيت، واول ما يشوف مرته صاحيه من النوم يبص لها يقول لها ايه القرف ده؟ مال شعرك منكوش كده ليه؟ ست عنوان الجمال. ومين قال لك بقى ان الرجاله عنوان العفانه والقرف؟ انتوا فاهمينها غلط. ايه ده؟ في حد جاي؟ مش عرف لما اشوف. مين المزة دي؟ ايه يا سمورة؟ انا انجي. انجي؟